السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من تطورات الملف الليبي، حيث عقد قائد القوات الأمريكية في إفريقيا ستيفن تاونسند اجتماعا مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته، في ظل القلق الأمريكي المتصاعد من تزايد التدخل الروسي في المعارك الدائرة على الأرض الليبية وغموض مصير المعركة حول مدينة سرت التي تصر حكومة الوفاق على استعادتها. يتزامن ذلك مع دعوات جديدة للاتحاد الأوروبي لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية 5+5 وتجنب خيار الحل السياسي. يأتي هذا فيما حذر المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مما وصفها بالمحاولات التركية الروسية لأستنة الوضع في سوريا على غرار ما حصل في سوريا، فيما تتواصل ردود الفعل الليبية على تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، حيث انتقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحدة الموقف المصري، واعتبر تصريحات السيسي إعلان حرب على الليبيين. معي للحديث في تطورات الشأن الليبي الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور محمود الرملي، والكاتب والباحث السياسي من القاهرة السيد محمد حامد. دكتور الرملي، بداية، هل هناك أي معلومات عما خلص إليه اجتماع القادة العسكريين الأمريكيين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير داخليته؟ رسميا إلى الآن لم يرشح شيء، ولكن هي يبدو أنها واضح أنها رسالة جلية بأنه الأمريكان داعمون لحكومة الوفاق الليبية من زاوية، وأن الأمريكان حريصون على أن يكون هناك إنهاء للتواجد الروسي من زاوية ثانية، وأن هناك توجه أيضا إلى إعمال كافة القواعد من أجل ذلك من زاوية ثالثة. وأيضا هي جاءت بعد كلمات السيسي التي لا يمكن فهمها إلا دليلا على أنه نوع من الهوس ومحاولة قدر الإمكان لفرض سياسة أمر لا يستطيع فرضها على الليبيين، ولم يدرك بأن ليبيا بلد مستقل. ولذلك لزامنا القول الرسالة كانت قوية بل صفعة في وجه السيسي. هل تعتقد بأن الاجتماع، وهو اجتماع عسكري، يعتبر الاجتماع العسكري الأرفع بين الطرفين، الحكومة الليبية أوفدت رئيسها، رئيس حكومة الوفاق السراج، هل تعتقد أن الموضوع قد بت في اقتحام سرت والجفرة؟ دكتور محمود الرملي، يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور الرملي. أستاذ محمد حامد، كيف تنظرون في القاهرة إلى هذا الاجتماع الذي حصل على مستوى رفيع اليوم بين ممثل قوات أفريكوم في ليبيا والرئيس حكومة الوفاق فايز السراج؟ أهلا بحضرتكم سادة المشاهدين وبضيوف حضرتك. في رأيي أنه اجتماع تقليدي للغاية، لا يجب أن ينظر إليه أكثر من حجمه. الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية واضحة تجاه ليبيا، وهذا واضح من تصريحات بومبي وترامب شخصيا، ومن قبل أوباما قال أسوأ شيء ارتكبته هو التدخل في ليبيا عبر الناتو. بشكل عام القاهرة تدعو لحوار سياسي تحت الأمم المتحدة، تدعو لتفعيل 5+5. نحن لا نريد حرب، نحن نريد أن يعرف الجميع أننا لدينا أمن قومي، لدينا خطوط حمراء رسمناها. طيب، ولكن هذه الخطوط الحمراء ألا يمكن أن يعترضها وجود قوات روسية على الأرض؟ الولايات المتحدة الأمريكية ربما صعدت لهجتها في الملف الليبي بعد تأكيد قوات أفريكوم على وصول مقاتلات روسية إلى ليبيا، فهذا هو الخطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يا أستاذ جمال، ليبيا تاريخيا تحت المظلة الروسية، وهي التي أسقطت القذافي، ولديها الحق في العودة مرة أخرى بشكل أو بآخر تحت أي تفاهمات. ولكن أنا أرى أن روسيا حتى الآن مترددة في الذهاب إلى ليبيا على غرار سوريا، يعني لن تتدخل التدخل الذي تدخلته في سوريا وأنقذت نظام بشار الأسد، لأن هي مكتفية بما حصلت عليه في سوريا. وبالتأكيد وجهة النظر الأوروبية والأمريكية أو الأوروبية تحديدا والناتو أنها سيكون محاصرة لجنوب المتوسط، وفي نفس الوقت أن تركيا بمثل هذه الممارسات وهذا الحزب بين قوسين المحافظ وفي قول آخر الإسلامي مهدد للجنوب الأوروبي أن يتم حشده بمجموعة من المقاتلين المرتزقة. ولكن الفرق بأن تركيا هي عضو في الناتو أستاذ محمد، وروسيا هي أكبر تهديد استراتيجي للناتو، هناك فرق كبير بين الاثنين، أليس كذلك؟
نعم، المسألة الاتحاد الأوروبي قال لك نرفض استنة الأزمة الليبية، ووزير خارجية فرنسا قبل أسابيع قال لك للأسف الأزمة الليبية تتجه للثورانة. الهدف المصري من التصريحات والتحذيرات أن إذا حدث اجتماع دولي حول ليبيا يجب أن يكون هناك اعتبار لحجم مصر والجيرة بين البلدين، و1000 كيلو متر مربع أو 1200 كيلو متر مربع حدود، والنفوذ المصري التاريخي في ليبيا. فنحن نريد أن نجلس على الطاولة وننهي هذا الصراع. طيب، هل مصر أستاذ محمد، هل مصر بكل وضوح وصراحة، هل مصر أقرب للموقف الروسي أم الموقف الأمريكي في ليبيا؟ والله مصر أقرب للموقف المصري. نحن نريد السلام، انتخاب برلمان، انتخاب رئيس، كتابة الدستور، بناء قوة أمن داخلي. هل هذا يدير أحد من المتصارعين في ليبيا؟ نحن نريد أن ينتهي عصر أو لفظ الفرقاء الليبيين الذين كل من هما باع أجندته لدولة أو لأخرى. نحن نريد أن بما فيهم الشرق الليبي أيضا، تقصد بما فيهم خليفة حفتر؟ لم أسمع السؤال. أنت قلت كل منهم الفرقاء الليبيون باع أجندته أو باع دوره لأجندة خارجية، هل تقصد بما في ذلك أيضا خليفة حفتر؟ يا سيدي الفاضل، الأزمة الليبية أصبحت مثل الأزمة السورية، وليبيا أصبحت دولة جاذبة للنفوذ الأجنبي بالكامل نتيجة لأسباب عدة، ولكن ليبيا أغنى كثير من سوريا. فبكل الدول أصبح لديها دور ونفوذ، ويجب أن يكون مثل اجتماع برلين، يكون اجتماع للحل. يعني الاجتماع القادم يكون للحل، ليس للنقاش، ليس الحوار، تطبيق كل الاجتماعات باليرمو، برلين، وغدا مثل الذي ألغي. كل هذه الاجتماعات يجب بلورتها في ورقة واحدة لإنهاء هذا الصراع الدامي. عاد لنا دكتور محمود الرملي. دكتور محمود الرملي، الولايات المتحدة الأمريكية أنت تعرف بأنها لاعب قوي وفاعل، هل الولايات المتحدة من وجهة نظرك الآن ستفرض نفسها كفاعل قوي على الأرض في مواجهة الدور الروسي، وأن هذا الدور الروسي بالنسبة لها هو خط أحمر؟ دعني أقول أن الولايات المتحدة متغيرة في أخلاقها من تاريخ تصريح السفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، والذي أبدى وضوحا بأنه يجب على القوات الروسية أن تخرج، ثم بعد ذلك واضحا ما بعد التواصل ما بين وزير الخارجية الأمريكي وما بين السراج، ثم بدأ أكثر وضوحا ما بين التواصل ما بين ترامب والسيد أردوغان، باعتبار أن تركيا حقيقة ساعدت الليبيين في الناحية الأمنية. ولزاما هنا القول أن هذه الرسالة، وعندما يأتي مجموعة أو من أفريقيا، هي رسالة بحضور السفير الأمريكي، هي رسالة واضحة، خاصة ونحن نتكلم على أن من أرسل ومن نشر الصور الخاصة بالطائرات الروسية الموجودة في ليبيا والموجودة تحديدا بالجفرة وأيضا الموجودة بسرت هم طائرات الأفريقيا. بل وفي المقابل، هل تتوقع أن يكون الموقف الروسي ألين هذه المرة؟ يعني هل لدى روسيا مساحة للمناورة في ظل وجود قوات على الأرض لها في مطار مدينة الجفرة؟ أعتقد جازما بأنه من الناحية الرسمية الروس ينكرون ذلك جملة وتفصيلا، لأنهم حقيقة دخلوا من سوريا من خلال أنهم يأتون مع الشرعية، وأنهم قد جاءوا بناء على دعوة من حكومة شرعية، حتى وإن كانت بعض الدول لا تعترف بها، ألا وهي حكومة بشار الأسد. ومن هذه الزاوية الزاما عليهم أن يقال بأنهم مباشرة لا يستطيعون الولوج إلى ليبيا من خلال أجسام موازية ومن خلال أجسام متنافرة، أو الأجسام التي تتكلم على أنها جزء من مشكلة أو لعلها صنيعة للمشكل. ومن زاوية ثانية وعودا على بدء، نرى أنه لزاما على الدولة المصرية والسياسة المصرية أن تتغير في نهجها وأن تدرك مصلحتها، فمصلحة الشعب المصري تكمن مع الليبيين وليست مع عصابات حفتر وليست مع عصابات الفاغنر. إن من المهم جدا أن عليهم أن يدركوا بأن هناك مخالفات جسيمة لما يتعلق بقواعد القانون الدولي، ابتداء من آليات التهديد التي امتهنها السيد السيسي، وأن يلتفتوا أيضا إلى إشكاليات مصر الداخلية، وأن يسعوا وبكل قوة وبكل وضوح إلى إمكانية أن يكون هناك حل. من خلال هذا الحل يجب أن يحل إشكاليات الدولة المصرية فيما يتعلق بمياه النيل وسد النهضة الذي سيبدأ
في ملئه دون أن يكون هناك اتفاق واضح على احتفاظ مصر بحقوقها التاريخية في المياه. ومن زاوية ثانية، هل يحق للليبيين أن يتدخلوا في الشأن المصري؟ إذا كان ذلك كذلك فهم يتدخلون أيضا فيما يتعلق بالنيل. طيب ما رأيك أستاذ محمد حامد، هل فعلا مصر تتدخل بالشأن الليبي الآن؟ وهل فعلا الأجندة الليبية بالنسبة لمصر الآن هي الأجندة التي يجب أن توضع في المقدمة؟ أليس ملف سد النهضة أكثر أهمية الآن وأكثر أولوية للقيادة المصرية من المسألة الليبية؟ يا أستاذ جمال، طبعا الملفين على قدر المساواة في الأهمية، ومصر تولي أهمية كبيرة للملف الليبي من زمن بعيد، منذ زيارة المشير طنطاوي عام 2012 لليبيا. أنا ذكرت ده قبل كده. بشكل عام لا يوجد فرق بين الملفين. إذا ليبيا بمثل هذه الممارسات أن تتحول إلى دولة ميليشياوية ودولة تحيي التنظيمات الإرهابية والجاذبة للتنظيمات الإرهابية، وأفغنت الدولة الليبية على ما حدث لأفغنة للدولة السورية في خلال العقد الماضي، مصر ترفض ذلك، أن يكون على حدودها ترسانة من الإرهابيين. لكن السؤال أستاذ محمد، لماذا لم يستخدم الرئيس السيسي نفس اللهجة الحادة في التهديد بالعمل العسكري مع إثيوبيا، بل استخدمها مع جارته ليبيا؟ يا سيدي الفاضل، مصر طوال العقد الماضي لم تتحدث عن أي حل عسكري في أي ملف، وأما الملف الأثيوبي نحن ذاهبين لمجلس الأمن، ولكل حد حديث، لكل حدث حديث بعد مجلس الأمن. نحن نريد من أثيوبيا اتفاق ملزم وآلية قانونية للنزاع في حالة الخلاف في أي يعني بناء سلوك جديدة، وأن يكون هناك آلية للنزاع والتقاضي بين الطرفين في حالة وجود أي خلاف أثناء سنوات الملء والجفاف. طيب الآن بالنسبة لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي دعت له القاهرة، وزارة الخارجية الليبية أعلنت اليوم بأنها ترفض ذلك اللقاء وترفض تلك الدعوة، واجتمع وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة مع نظيره المصري وبحث معه الاجتماع ونقل له رفض ليبيا. لما تصر مصر على عقد اجتماع حول ليبيا يرفضه الليبيون؟ لأن هذا الاجتماع سيدين إدانة كاملة ممارسات حكومة الوفاق التي يعني في حالة تيه استراتيجي وفقدان للبوصلة والذهاب إلى أي حضن غير الحضن العربي وغير التوافق العربي. ولا تنسى يا أستاذ جمال أن بشار الأسد وحكومة بشار الأسد في عام 2012 رفضت قرار الجامعة العربية بتعليق عضوياتها، فقد تتجه القاهرة بمثل لأنها ارتمت في حضن إيران، فقد تتجه القاهرة لتطبيق مثل هذا النموذج والذي تم بالأغلبية ليس بالإجماع على النموذج. يعني تشبه حكومة الوفاق المعترض بها شرعيا بحكومة بشار الأسد أستاذ محمد حامد؟ أليس هذا تشبيه بعيد جدا عن الواقع؟ لا، أنا بقول لحضرتك أن قد تذهب إلى تعليق ومشاركة الوفود الليبية، يعني كما فعلت آنذاك. واضح. طيب أستاذ دكتور محمد الآن هذا الاجتماع أليس محكوما عليه بالفشل؟ أقصد اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي كان مفروض الأحد الماضي وأجل ليوم غد. ما فرص حكومة الوفاق بمنع ذلك الاجتماع بتاتا؟ وإذا ما خرج هذا الاجتماع بأي قرار، هل سيلزم ذلك حكومة الوفاق؟ هذا السؤال موجه إليك. لك يا دكتور محمد، تفضل. نعم دكتور محمود. دعني أقول إن من الهرطقة بمكان الادعاء بأن بملكية مصر لليبيا أو محاولة قدر الإمكان الضحك على الدخون بدعوات جوفاء لا يمكن فهمها إلا في إطار التدخل دون أن يكون لها أي علاقة بالقواعد والتشريعات، خاصة ونحن نتكلم على قواعد القانون الدولي وإدارة للأزمات ومحاولة قدر الإمكان لتفعيل العمل العربي المشترك وهو غائب. فهي الحقيقة الواقعية في أن جامعة الدول العربية ليست جامعة من زاوية، وأضحت هي عبء على الإشكاليات العربية والمشاكل العربية من زاوية ثانية، وأخطأت مصر في الناحية الأولى ولم تنجح في الثانية، ولذلك بدأ الفشل واضحا بالمطلق على انتهاجاتها أو على السلوكيات التي تنتهجها مع جيرانها، وسمها كما شئت. عندما نتكلم على واقع ليبيا ترتبط بمصر بأكثر من 1200 كيلومتر، تعطيني ما الذي ساعدت به مصر ليبيا من أجل الاستقرار؟ ساعدتها بالقتل والدمار والطائرات وحفتر الذي يعتبر متمرد، وبالتعامل مع حكومات الموازية وباستدعاء قبائل، وبالعمل والدعوة بشكل
صريح إلى إمكانية تصليح القبائل، وهي حقيقة نوع من الهرقطات. مصر عملت كل ما بوسعها من أجل إسقاط الدولة الليبية، بل وعملت أيضا من أجل تصليح قبائل، وهي نوع من الخروج عن القواعد القانون الدولي. من يتكلم على عمليات التدخل، مصر متدخلة حتى أذنيها، وحاولت ولكنها انهزمت، انهزمت في تخوم طرابلس، وانهزمت أيضا في كل ليبيا. طيب ختاما، الموقف الأوروبي، الموقف الأوروبي هل تعتقد بأنه يمكن أن يحرك المياه الراكدة سياسيا؟ اليوم هناك مقترح أوروبي بجعل سرت، مدينة سرت والجفرة، مناطق خالية من السلاح. هل يلقى ذلك المقترح قبولا في الغرب الليبي، أقصد لدى حكومة الوفاق؟ أدعو إلى إمكانية أن يكف الأوروبيون، فليس لهم قرار، فالأوروبيون متمزقون في نسيجهم ولا يستطيعون اتخاذ قرار، فما بين تضارب ما بين إيطاليا وفرنسا، وما بين تردد من ألمانيا، وما بين محاولات يائسة فقط من أجل الامتعاض من دخول تركيا، كل ذلك مدعاة إلى القول بأنه لا يمكن لليبيا أن يرسم بها خطوط، هذه ادخلوها وهذه أمنعوها. وأعتقد جازما بأنها هي مقدمات منهم لمحاولة تقسيم ليبيا إلى أكثر من قطعة، وأعتقد بأن ذلك سيدعو إلى الرفض المطلق لكافة مقترحاتهم، فهم ليسوا أبرياء، هم شركاء في القتل والدمار. شكراً. فرنسا بالتحديد وبعض الدول التي تتعامل مع الأجسام الموازية. شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور محمود الرملي. أستاذ محمد حامد ختاماً، مصر من واجبها أن تتعلم كدولة عربية كبرى محورية أن تفتح خطوط مع كل الفرقاء اللي في الليبيين. السؤال، هل قامت بذلك الواجب؟ هل فتحت خطوطا مع الحكومة الوفاق من أجل الذهاب للتفاوض مع حكومة أو برلمان تبرك وإنهاء هذا الصراع بدون أي قطرة دماء؟ ولكن مصر بدأت بشكل عملي أن ترسم خطها الأحمر بقيام بحظر جوي على سرت. بنقول كفى صراعا، كفى خلافا، علينا أن نذهب إلى مائدة التفاوض. هذا سؤال أستاذ محمد، موضوع آخر، سؤالي بموضوع ثاني، سؤالي عن مصر أن تكون هي وسيطا نزيها شفافا بين الطرفين باصطفافها إلى جانب خليفة حفتر وإلى جانب البرلمان الليبي في طبرق. ألم توضح بشكل جلي الآن لحكومة الوفاق بأنها ضده، بأنها تنحاز ضده، وبأن لا خطوط لها معه؟ لماذا؟ مصر عرضت مبادرة القاهرة، يعني وكان هذه المبادرة هدفها توحيد الليبيين. حاليا مصر موقفها توحيد الليبيين، ولا صراع ولا خلاف ولا تلويح بحرب ولا أي، هو رسائل تحذيرية. مصر تريد أن تأتي حكومة الوفاق على مائدة واحدة مع حكومة برلمان تبرك. ولكن أستاذ محمد، كيف أقول أنا أريد أن أصالح محمد حامد مع علي حامد، وأنا أقول بأنني لا أعترف بمحمد حامد، أنا فقط أعترف بالطرف الثاني، فكيف سيأتي إلي الطرف الآخر؟ طيب، ما الإفراج اللي حصل يا أستاذ جمال عن المصريين اللي كان تم القبض عليهم والإساءة اليهم منذ أيام، مش ده بحوار مع حكومة الوفاق؟ من قال لك أن لا يوجد حوار؟ يوجد حوار على المستوى الأمني حتى مع هذه حكومة الوفاق، تحاورنا معها كثيرا لكن وجدناها أنها أسيرة للجماعات الإرهابية، والذهاب إلى تركيا كان مزمرا للقاهرة أيضا. أليس من حق الأخضر، أليس من حق أن أرسل رسائل تحذير، أن أرفض أي وساطة في الفترة الحالية بسبب الارتماء في الحضن التركي؟ ما أنا برضو دولة ذات سيادة ولي فكر، ما أنا تعاملت قبل كده مع نظام البشير الذي ذهب إلى إيران طارة وتركيا طارة وروسيا طارة، ما تعاملت قبل كده مع حركة حماس في يعني التي تقاوم إسرائيل وفي نفس الوقت كانت تضرب في وقت الأوقات مع الأمن القومي المصري. نحن وفي النهاية فتحنا جسور حوار معها، وأصبح هناك حوار جيد بين القاهرة وحماس، وفي المستقبل كان يصبح حوار جيد بين مصر وجماعة الوفاق، ولكن على أسس التفاوض. شكرا لك الكاتب والباحث المصري محمد حامد، كنت معنا من القاهرة.